السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بداية الأسبوع من برنامج الصحافة تقول، أقدمها لكم أنا حسام باصهي، ومني إلى العناوين. الرئيس العليمي: الحوثيون يحاولون سلخ اليمن عن كيانه العربي. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد رفضه لأي محاولة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن. انهيار المساعي الأممية لفتح طرق تعز وسط حشد حوثي لجبهات القتال. ومن تعز أيضا: إضراب شامل احتجاجا على أعمال النهب والبلطجة في المدينة. أهلا بكم. في مستهل أخبار اليوم التي ننقلها لكم عبر ما تناقلته الصحافة المحلية والدولية، نبدأها مع هذا الخبر، حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن مشروع الإمامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية أغرق اليمن بالحرب والدمار. وأوضح الرئيس العليمي خلال زيارته أمس السبت مجلس النواب المصري أن الحوثيون يمعنون في تمزيق النسيج الاجتماعي ومحاولة سلخ اليمن عن كيانه العربي وتحويله إلى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة العالمية. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبا، فقد أكد العليمي التزامه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي، كما أشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لأي محاولة تستهدف نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة عدن أو المساس به. وقال بيان صادر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس أن المساس بالبنك المركزي اليمني أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن والمعترف بها دوليا يعد مساسا بسيادة الدولة وشرعية الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض. ولفت البيان الذي نشر في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، كما حذر البيان من تحركات لعناصر وصفها بالمشبوهة في إدارة البنك المركزي مع بعض الأطراف الخارجية التي قال أنها تحاول استهداف البنك المركزي في عدن من خلال تبنيها أطروحات تهدف إلى نقله إلى صنعاء بحسب ما زعم البيان. وأضاف بيان المجلس الانتقالي أنه يراقب التحركات المشبوهة عن كثب ويتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء معقل الميليشيات الحوثية. في تقرير مستفيض نشرته صحيفة الشارع، كشفت الكثير من الحقائق المتعلقة بجرائم الحوثي في تعز. وقال التقرير أن الميليشيات الحوثية الانقلابية ما زالت تدفع بالمزيد من التعزيزات القتالية إلى جبهة تعز في ظل تعثر المبعوث الأممي إلى اليمن في تحقيق أي توافق مع ميليشيا الحوثي حول فتح طرق المحافظة المحاصرة. ونقلت صحيفة الشارع عن مصادر محلية أن المئات من عناصر الميليشيا جرى توزيعهم خلال اليومين الماضيين على جبهات مدينة تعز الشرقية والشمالية والغربية، مشيرا إلى أن الميليشيا تواصل منذ أسبوع حشد التعزيزات البشرية والآليات العسكرية من صنعاء وذمار إلى تعز. وذكرت الصحيفة أن من بين التعزيزات الحوثية دبابات ومدرعات تصل إلى منطقة الحوبان وشارع الستين ليلا، مؤكدا أن الميليشيا تواصل شق حوالي 4 طرق باتجاه مدينة تعز. كما نقلت صحيفة الشارع عن مصدر مفاوض في الوفد الحكومي أن الحوثيون رفضوا مقترح المبعوث الأممي لفتح الطرق والمعابر، فيما يتمسك وفد الحكومة بمقترحاته التي قدمها لفتح الطرق والمعابر. مشاهدين، وإلى هذا الخبر الأساسي، ونبقى أيضا مع صحيفة الشارع التي نشرت خبرا عبر موقعها أوردت فيه أن المئات من تجار مدينة تعز أغلقوا محلاتهم التجارية صباح أمس السبت تنفيذا لبدء إضراب شامل احتجاجا على استمرار الاعتداءات المتكررة وأعمال النهب والابتزاز التي تنفذها عصابات منفلتة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر ميدانية ومحلية في تعز أن المحلات التجارية في عدة شوارع وأسواق أغلقت أبوابها تنفيذا وتمهيدا لدعوات الإضراب الشامل لتجار تعز. ونقلت الصحيفة عن مصادرها إلى أنه من المقرر أن يتم الإضراب الشامل خلال الأيام القادمة للمطالبة بوضع حد للأعمال والبلطجة والنهب
التي يتعرض لها التجار من قبل مسلحين ينتسبون إلى محور تعز العسكري، ومن ضمن المطلوبين أمنيا بقضايا جسيمة بحسب زعم الصحيفة. من جانب آخر، قالت صحيفة الشارع أن شرطة تعز أعلنت عن ضبط 3 من أفراد عصابة، منهم المطلوب أمنيا صهيب المخلافي. وقالت الشرطة بحسب الصحيفة أن الحملة الأمنية اشتبكت مع العصابة التي يقودها المذكور، وتمكنت من ضبط 3 من أفراد العصابة. وللوقوف أمام هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف السيد نايف حسان، رئيس تحرير صحيفة الشارع. أهلا بك معنا سيد نايف. أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. سيد نايف، سؤالان، الأول سيكون من محورين. هناك مؤشرات واضحة تبدو لانهيار الجهود الأممية في فتح طرق تعز المحاصرة، كيف سيكون المشهد في حال تعثرت هذه الجهود كليا في فك الحصار عن تعز؟ سيكون اليمنيون والقوات في تعز والمواطنون في تعز عليهم أن ينظموا أنفسهم وفكوا الحصار عن محافظة تعز بالقوة، كما فرض الحصار بالقوة، لا يمكن فتحه إلا بالقوة. ميليشيا الحوثي دائما تراوغ ودائما لا تنفذ أي التزامات مترتبة عليها، ولنا دليل في ذلك ما حدث في اتفاق ستوكهولم، لم تلتزم بتنفيذه حتى اليوم. اتفاق ستوكهولم صب لصالح ميليشيا الحوثي وأوقف عملية تحرير محافظة مدينة الحديدة، وحتى اليوم لم تلتزم ميليشيا الحوثي بتنفيذ النقاط المترتبة عليها بناء على هذا الاتفاق، بل ذهبت وصرفت 39 مليار كانت يفترض أن تصرف لمرتب الدولة، صرفتها الجهود الحربية الميليشيا من البنك المركزي، فرع البنك المركزي في الحديدة. لذلك فليس لدينا تفاؤلا كبيرا بالنسبة لخصوص فتح الهدنة الحالية وفتح الطرقات، فتح الحصار على مدينة تعز. وأعتقد أن على اليمنيين أن يستعدوا للحرب، لأن هذه الميليشيا المدعومة من إيران لا تعرف إلا لغة الحرب والسلاح. سيد نايف، في تقرير نشرتموه في صحيفتكم عن تعزيزات حوثية لجبهات القتال، هل معنى ذلك أن الانقلابيين الحوثيين يفرضون خيار السلام أو خيار الحرب على خيار السلام؟ هم يستخدموا كل هدنة لإعادة ترتيب صفوفهم، وتجاربنا معهم تؤكد ذلك. يعني استخدموا الهدنة كما استخدموا الهدنة السابقة في ستوكهولم لتعزيز تركيز هجماتهم على مناطق أخرى، على محافظة البيضاء وعلى محافظة مارد، الآن استخدموا هذه الهدنة لحشد المقاتلين ولتعزيز مواقفهم في الجبهات الأخرى، الجبهات الهامة. ميليشيات تحاول الآن أو تريد الآن أو خلال الفترة القريبة القادمة السيطرة على مدينة مارد، وإذا سيطرت على مدينة مارد سيكون هناك تحولا خطيرا في المسار العسكري في اليمن. هي حتى الآن استطاعت أن تسقط أكثر من 9 مديريات في محافظة مارب، ولم يتبقى إلا مديرية الوادي ومدينة مارب وأجزاء بسيطة من بعض المديريات في محافظة مارب. وهذا الأمر يفرض على الجميع اليمنيين العمل بشكل سريع وعاجل لتدارك الموقف في مارب. وقلنا هذا الأمر وطلبنا من المجلس القيادي الرئاسي التركيز على إعادة ترتيب الصف في مارب وإعادة ترتيب وضع الجيش في مارب ودعم مارب بقوات عسكرية جديدة من أجل فتح الحصار الحوثي أو إيقاف الهجمات الحوثية المتزايدة على محافظة مارب وتحرير كل المديريات التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثي في هذه المحافظة. نعم سيد نايف، الآن بالحديث عن تعز، بالأمس شهدت تعز إضراب لملاك المحلات التجارية رفضا للفوضى وأعمال الابتزاز التي يتعرضون لها. بحكم متابعتكم، من يحكم تعز الآن من الداخل؟ للأسف تعز تحكمها عصابات تدعي الانتماء لمحور تعز العسكري. محور تعز العسكري هو لا يخضع لسلطة الدولة، كان لا يخضع لسلطة الرئيس هادي، وهو يخضع بشكل مباشر لحزب الإصلاح. القيادات العسكرية التابعة لمحور تعز أو من يفترض بها أن تكون قيادة عسكرية تتبع جماعة الإخوان المسلمين ودراعها السياسي حزب الإصلاح، وهي منتمية لهذا الحزب أو خاضعة لنفوذه، ولا تخضع لوزارة الدفاع ولا للرئيس هادي. وللأسف هذه القيادات انجرت لبناء تكوينات عصابية أو عصابات في المدينة، واستولت على متورطة هي في نهب الأراضي، متورطة في الجباية العامة، لا مثلا عائدة الضرائب لا تذهب إلى الدولة، إلى مكتب الضرائب أو
الى مكتب وزاره الماليه في تعز او الى البنك المركزي في تعز، بل تذهب الى يكفيها افراد تابعون لقيادات عسكريه في المحور ويتحكموا بها بشكل يومي. هؤلاء الناس سيطروا حتى على عائدات جبايات المفروض على الشقلقات، يعني سيطروا على يفرضون نقاط ويمارسون جباية على المارة وعلى المواطنين، حتى على القاطرات اللي تحمل الغاز من عدن إلى قادمة من مارب عبر عدن عبر تعز يفرضون عليها جبايات، وهم لم يلتزموا بقانون. وللأسف أنه حتى اليوم مجلس القيادة العسكري لم يتخذ أي قرارات بإعادة ترتيب الوضع في تعز. نعم. الوضع في تعز أشبه بعصابات يعني ترتدي البرزات العسكرية، حتى نعم. أن الكثير من المواطنين في تعز يشعرون اليوم بغضب شديد ويرون أن الميليشيات الحوثية أرحم لها بالنسبة لهم من هؤلاء القادة الذين يرتدون البرزة العسكرية ويتحركون تحت مسمى الوطن والجمهورية. بالحديث عن العصابات سيد نايف، شرطة تعز أعلنت عن القبض على 3 أشخاص من عناصر عصابة قالت بأنها تمارس ابتزاز التجار بقوة السلاح وتجبرهم على دفع جبايات غير قانونية. من تكون تلك العصابات خصوصا وأنها تتعلق بأحد أقرباء حمود المخلافي؟ تفضل. كل هذه العصابات تنتمي أو تحصل على رعاية من قيادة عسكرية في المحور العسكري، وللأسف أن قادة العصابات هم يا أما جنود في الجيش بين قوسين جنود بين الزوجين، أو ضباط بين المزدوجين أيضا تم تجنيدهم بعد 2011 وبعد 2014 عندما سيطر الأخوان على تعز. ومعروف للجميع في تعز أن هؤلاء زعماء العصابات يتبعون قيادات عسكرية تدين بالولاء لحزب الإصلاح، وللأسف أن حزب الإصلاح لا يقوم بدوره كما يجب. يفترض به أن يكون حزبا سياسيا، ويفترض به إدانة هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمخلة والمعيبة حتى في بالنسبة للجمهورية والوطن. يعني نحن فيما لدينا معركة مصيرية مع الميليشيات الحوثية، والبعض يتفرغ للحصول على مكاسب دنيئة وقذرة على شكلة هذه المكاسب، تشكيل عصابات وأعمال التقطع والنهب. نعم. هذا أمر مؤسف جدا جدا، ويفترض بالمجلس القيادة الرئاسي أن يحدد موقف من هذا الأمر، أن يجري تغييرات حقيقية وجوهرية في قيادة المحور العسكري في تعز. المحور العسكري في تعز هو خارج نطاق الدولة ويخضع للميليشيات. المحور العسكري في تعز سلم معسكرات لحمود المخلافي الذي شكل قوات هي ضد التحالف العربي وضد الشرعية وغيرها في اليمن، وهذا أمر بعيد. يعني شخص لديه كيانات عز دعا لتجنيد أشخاص خارج إطار القانون وضد الشرعية اليمنية وضد التحالف العربي الداعم للشرعية، وللأسف أنه تم تسليمه معسكرات في تعز، وكانت نتائجه ان السيطره على مديريات الحجريه بعد اغتيال عدنان الحمادي بهدف الوصول الى الباب المندب والساحل الغربي. وصلت رساله، شكرا لك السيد نايف حسان رئيس تحرير صحيفه الشارع، كنت معنا عبر الهاتف. جولتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. الولايات المتحده الامريكيه، علاقتنا بالسعوديه مهمه لانهاء الحرب في اليمن. من عدن، سائقو النقل الثقيل يرفضون تسييس العمل النقابي. أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تصريح تناولته وسائل إعلامية أمس السبت أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية مهمة للغاية في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن. وأكد الوزير الأمريكي في تصريح صحفي أن السعودية وواشنطن ترى أهمية إعادة ضبط العلاقة مع الرياض للتأكد من أنها تعكس مصالحها وقيمها بشكل أفضل، مضيفا تربطنا مع السعودية علاقة وشراكة في غاية الأهمية بمجال مكافحة التطرف والتعامل مع إيران، كما أن علاقتنا مهمة للغاية في محاولة إنهاء الحرب في اليمن. وفي السياق ذاته أكد بلينكن على وجود فرصة حقيقية على الرغم من كونها هشة لتحقيق السلام المستدام في اليمن. هذا يتسم الموقفان السعودي والأمريكي بالتقارب بشأن الملف الإيراني وتدخلات طهران في دول المنطقة عن طريق دعمها للميليشيات المسلحة بما فيها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن.
احتشد المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل في باحة مكتب نقابة النقل الثقيل بالعاصمة عدن احتجاجا على محاولات تسييس العمل النقابي وتفريغ كيانات غير قانونية لا تخدم قضايا السائقين. وقالت صحيفة الأيام التي نشرت خبرا بذلك أن الوقفة التي دعا لها منتسبو الجمعية العمومية لنقابة النقل الثقيل رفعت شعارات ترفض ما اعتبرته بكل التحركات العنصرية الساعية لضرب النقابة الشرعية، وهو ما سيضر بمصلحة السائقين جميعا. ونشرت الصحيفة بيان صادر عن الوقفة أكد فيه رفض محاولات الفوضى وإثارة الفتن والتجريح وتهديد السائقين ومنعهم من الدخول إلى مكتب النقل وإدانتهم لأي جهة تدعم ذلك، مؤكدين أنهم ضد أي تخريب أو تفكيك للمكتب، معبرين في الختام عن تأييدهم للإصلاحات التي تخدم السائقين في إطار نظم ولوائح العمل النقابي وتحت ظل النقابة العامة للنقل والمواصلات. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة. وأوضح المركز في بيان صحفي أن السعودية دأبت على الدعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط صافر وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تتسبب بكارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر بأكمله. وأكد البيان الذي نشره الموقع الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب الناقلة أو تسرب النفط من ناقلة صافر التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ العام 2015 سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي. ومن الأخبار إلى رسومات الكاريكاتير. ختام هذه الجولة نشكركم على حسن المتابعة، فلسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.